بإرثه. لقد تركت له زوجة عمه المعزة لأنها كانت صغيرة ولا تجر الحليب كما كانت هزيلة وكثيرة المرض، وتركت له الحمار لأنه كان عنيدا متعبا، فكان من نصيبه وأصبح بالنسبة إليه أفضل أصدقائه. كان يقضي معهما أكثر أوقات فراغه لأنه لم يكن يحظى من زوجة عمه ولا أبنائها إلا على التعالي والاستكبار. لم تكن زوجة عم حسان تستمع لنصائح الجيران ورجائهم بأن تحسن معاملة الولد اليتيم، بل كانت تدعي بأنها تعاني من سوء أخلاقه وكثرة المشاكل التي يثيرها في البيت. لقد كانت تدعي أنها مظلومة وأنها تضحي براحتها من أجل رعاية هذا الولد اليتيم على الرغم من سوء أخلاقه. لم يكن أحد من الجيران يصدقها لأنهم يعرفون حقيقة طباعها جيدا، فلم يسلم أحد منهم من شرها، ولكنهم لم يكونوا قادرين على فعل أي شيء من أجل هذا الولد المسكين.